اسمي عبد الرحمن عوف، 30 سنة، مجال دراستي آداب علم نفس جامعة القاهرة. أنا اشتغلت في حاجات كتير، كانت أول حاجة طبعا اشتغلتها كانت الحداد عشان ده المكان اللي أنا اتعلمت فيه الأول. بعد كده كان اتعلمت اشتغلت في النقاشة، اشتغلت توزع ورق في الشارع، اشتغلت في دعاية وإعلان، اشتغلت في شركة تسويق، اشتغلت في براندات، اشتغلت في قهوة، اشتغلت في مطاعم أكل، اشتغلت في كافيهات، اشتغلت في حاجات كتير. في كده حاجة عندي معتقدها إن أنا مش مهم أنا فين دلوقتي، المهم هبقى يعني مش مهم اللي أنا فيه دلوقتي، المهم هبقى فين بعد كده. فأنا عارف إن ده بيبقى حاجة مؤقتة واللي هو بكتسب منها خبرة وخلاص لحد بعد كده ما أشوف الحلم بتاعي نقدر نحققه إزاي. هو انا اوقات الدراسه، انا كنت دراسه اداب علم نفس جامعه القاهره، ف كانت الحاجه الوحيده مثلا اللي بهرب منها سواء من الدراسه او من الشغل كان هي الموهبه اللي عندي، كانت الرسم. فكنت ببدا ارسم سكتشات صغيره، ابتديت ان انا مثلا اشوف احاول ان ارسم بقى بورتريهات او ارسم اشخاص. حبيت الموضوع يتطور شويه، بس يعني رغم ان هو قدر ان هو يتطور شويه بس انا ما كنتش حابه قوي، حبيت ان انا اغير، يعني عايز حاجه اقوى شويه. انا كنت بعمل حاجات بسلك الرباط الحديد الصغير ده كده، اسمه سلك الرباط، كنت بعمل بيه كده اشكال صغيره. كنت مثلا ممكن اجيب فضل الحداده مثلا سواء قلب صغيره او سياخ حديد مثلا او مواسير، حاول كده اعمل بيهم شكل بسيط. ف يعني ما كانتش بتخرج عن الاطار ده لحد مثلا ما في يوم كده حد من اصدقاء اخويا شاف الحاجات اللي انا بعملها ديت، فطلب ان هو يقابلني عشان هو في يعني انا ما كنتش عارف ان في حاجه اسمها فن الخرده، فهم كانوا في شغلهم كانوا بيهتموا بالنوع ده من الفن. فقال لي تعالى معايا في حاجات كده نماذج معموله لو تقدر تعمل زيها ممكن نقدر نعمل شغل مع بعض. فروحت معاه طبعا لقيت نماذج هناك كويسه جدا، عجبتني اول موضوع، شدني ان انا ابدا انتج، اعمل فكره مثلا مصغره واوريها لهم. مثلا المواد الخام اللي بستخدمها بتاعتي هي الخرده، بتبقى مكونه من يعني خرده عربيات، خرده موتوسيكلات، اي خرده عموما يعني، بس هي طبعا بتبقى معروفه بقى بالتروس والجنازير بقى والبالات العربيات والصواميل والحاجات دي. بس انا حبيت اضيف عليها بقى الصاج، لان الصاج مش كل الناس بتشتغل بيه بالذات في المجال بتاعنا ده هنا. الحاجات اللي كنت مشارك بيها في الجداريات كان الطاووس والروبوت، دي كانت اول حاجه انا كنت اعملهم اصلا. فكره العمل هنا ان انا شايف ان يعني حبيت ان انا اخرج شويه من اطار الروبوتات والحاجات الفانتازيا شويه، حبيت ان انا اجسد فكره المراه بوجهه نظري او انا ليا منظور خاص لاتجاه المراه. يعني هو معروف ان الست اصلا يعني كأنثى او كائن ناعم جدا، فما ينفعش ان هو يبقى متين بس باللي هي التحديات اللي هي بتعديها. فيعني حبيت ان انا جسدها فكره الخرده، يعني الخرده او الحديد ده هو معدن، فهي التكوين انثوي بس فكره المعدن، فان هي بيبان قد ايه ان في مراه قويه. الناس تعرف ان مصر فيها فنانين يعني بيشقوا بيتعبوا وبيطلعوا مجهود، يعني حاجه هي تشرف مجتمع مثلا.